الكلمة الآن للقس الدكتور حبيب بدر رئيس الاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان. شكرا. أصحاب الغبطة والسيادة أيها الإخوة والأخوات، أبقيت نفسي للأخير ليس لأن الآخرين أولون، بل لأن الذين تكلموا قبلي بالفعل عبروا عما أريد أنا كأحد رؤساء المجلس أن أقوله بكل ما قالوا، لكن أنا سأركز على موضوع المجلس نفسه. أنا شاركت في الجمعية العمومية لمجلس الكنائس المرة الأولى سنة 1980 في قبرص، عندما لم أكن مندوباً لكنيستي، وعندما كان الربان جورج صليبة أحد المندوبين، وكانت أيام الحبيب جابي حبيب أميناً عاماً. ومنذ ذاك اليوم وأنا أشترك باجتماعات اللجنة التنفيذية منذ سنة 1985 في الجمعية العمومية التي عقدت في ذاك الوقت حتى هذه الساعة، وأظن أن هذه ستكون آخر جمعية عمومية أحضرها. خليك سيدنا، أولاً بحكم العمر، وثانياً بحكم قوانين كنيستنا. عمر المجلس سيصبح كما قيل 50 سنة بعد سنتين، سنة 2024 سيصبح المجلس يحتفل المجلس بيوبيله الذهبي. قد يبدو أن اليوبيل الذهبي مدة طويلة، وهي بنظر البشر ربما تكون مدة طويلة، ولكن بعين الله طبعاً هذه برهة من الزمن. وأنا أريد أن أركز كلمتي على كلمات المزمور 90 الذي يقول، مما يقول: لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس، مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. وأود أن أقول بأن مرافقتي للمجلس في هذه السنين الطويلة علمتني شيئاً واحداً عن الحركة المسكونية، التي هي برأيي من أهم الحركات الموجودة في الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة منذ البداية. علمتني ما سميته الصبر المسكوني، علمتني بأن الأمور في الكنيسة لا تسير بسرعة، علمتني بأن من يتعامل مع الكنيسة ومع رؤساء الكنائس ومع القرارات ومع التحركات يجب أن يكون له باع طويل وصبر، صبر مسكوني لكي يتحمل الطلعات والنزلات، الأمور التي تؤخر وكل الأمور الأخرى التي تقف عقبات. لأني رافقت أكثر من أمين عام، ربما 6 أو 7، وعانيت معهم ما يعانون. لذلك من ذاك المزمور نفسه أود أن أذكر بالآية التي تقول: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. إذا كانت 1000 سنة في عيني الرب مثل يوم أمس، فبالتالي هذا المجلس لديه عمل برأيي سيستمر، ما بدي أقول 1000 سنة ولكن مدة طويلة، لأن الذي أوصل الكنائس إلى هنا وأوصل التمايزات والانقسامات في الكنائس إلى هنا أخذ فعلاً تقريباً 1500 سنة. لذلك لن تحل ولن نتوحد ولن نصل إلى ما نبتغيه في 50 سنة ولا 100 سنة،
وبظني أكيد أنا شخصياً لن أرى ذاك الهدف يتحقق. لذلك أعود إلى شعار الجمعية، أنا هو لا تخافوا، وسأضيف عليه كلمة واحدة، أنا هو لا تخافوا اصبروا. وشكراً.